لا يستهين خبراء التربية بأن تتصفح طفلة لم تتجاوز العامين كتبا قد لا تجيد قراءة عباراتها البسيطة. هكذا تحدثنا عينا سجى صغرى عضوات مكتبة مسواط للأطفال، والتي تضم العشرات من بنين وبنات تربطهم علاقة حميمية مع مكتبة تخرجهم من قيد المنهج الدراسي إلى آفاق المعرفة الجامعة بين المتعة والقيمة. أجيت هنا عشان أقرأ الكتب، لأن هذه المكتبة في بمكان واسع ونقدر نقرأ بهدوء وراحة. يا أحبابي الهجرة إلى المدينة سابقة من نوعها ومتفردة على مستوى اليمن، هي فكرة المكتبة المختصة بثقافة الطفل. هكذا تأسست مكتبة مسواط عام 2002 لتضم أكثر من 12 ألف كتاب وما يقارب 2000 عنوان. بالمقابل تعاني المكتبة الرائدة في الآونة الأخيرة من عدة مشكلات تحجم دائرة المستفيدين وتنتقص من نوعية الفائدة. في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة عدن، مزيد من الإقبال على القراءة، ونحب أن نقول للجميع أن القراءة طبعا مهمة جدا. ولمكتبة مسواط تاريخ عريق قبل أن تكون مكتبة للطفل، فقد افتتحت عام 1963 وسميت باسم الصحفي الأديب محمد مسواط. قبل ذلك كان مبناها مكتبة لجنود الاستعمار الذي أسسها عام 1919 ميلادية. تمتزج هنا عراقة التاريخ بأمل المستقبل الذي لا ينتمي له سوى الأطفال. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.